النصائح المهمة، نوع الاهتمام والطفل، ان انا انصت اليه بحيث ان انا اسمع هو عايز ايه، اهتماماته ايه. بعض الامهات بتبقى مشغولة بشيء اخر، بالتليفون وبغيره، بحيث ان الطفل بيكلمها ومهتم بشيء معين وهي مش مركزة، الرد بيكون طبعا في غير مكانه. طبعا ده معناه عدم الاهتمام بالطفل وبشخصيته، بيبقى مهتز كشخصية. حالة بقى اذا كان هو اثناء الكلام وبيتلفظ بالفاظ طبعا غير طيبه، هنا المفروض ان انا طبعا اتوقف تماما وافهمه ان الكلمه دي المفروض ان هو يتوقف عنها، كلمه سيئه اتعلمها في المدرسه او غيره، فورا امدح الكلام الطيب وفورا ان انا اتوقف او اعاقبه على الكلمه الغير طيبه، وافهمه فن الكلام. يعني معناه ان هو لما يكون في شخصين مثلا بيتكلموا ما يقاطعهمش، ينتظر، وهكذا. في حاجات سلوكيات في الاتيكيت مهمه جدا جدا، ما ينفعش صوته وغيره. طبعا بنعود تاني بنقول ان اسلوب المكافاه مهم جدا، وده هنكرره في كل مره. والاهم من كل ده ان دور الام والاب ان يكونوا قدوه حسنه. بدون القدوه بيقول لك يعني ان اكشن impress more the child than the words، بمعنى ان انا لما اكون لما ابتدي انا اتصرف وسلوكياتي تبقى طيبه، اهم بكتير من اني افضل انصح بدون سلوكيات. طب فين القدوة؟ الطفل بيلاحظ طبعا، بيقول له مثلا ايه، وطي صوتك وكذا. طب الام بتعلي صوتها، ما تغضبش وتقل ادب، والكلمات اللي بتقولها الام بتردد نفس الكلمة. يبقى اذا منين هيتعلم وما فيش قدوة حسنة؟ فالاولى القدوة الحسنة. في حتة بقى تهمني قوي في بعض الاطفال بتدخل مدارس اجنبية، احنا مش ضد طبعا اللغات، بالعكس المفروض تتعلم اللغات، لكن للاسف الشديد تنطبع بسلوكيات غير إسلامية. هنقول مثلا مثال لده، زي ما يكون مثلا الطفل نقول له قول تحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يقول لا good morning bonjour au revoir. لكن حاجة تانية لا، بالنسبة له لازم نفهمه ان اللغة شيء وان تحية الإسلام ما فيش بديل لها. لازم تفهم ان السلام عليكم ما فيش أفضل منها. لكن انا ابتدي اتطبع بسلوكيات معينه خطا، لا، هاكل بالشوكه والسكينه حاضر، لكن هبتدي بالشوكه اكل بالشمال، لا، هبتدي اخد الشوكه كده على اليمين واكل باليمين، رغم انها بالشوكه والسكينه وكل شيء. فعايز تبقى يعني في رقي في التعامل خير، ولكن حدودك هو الاسلام، تعود الى اتيكيت الاسلام، الى اداب الاسلام. حتى لو كنت انا بتلقى ده من الغرب من مدرسه او غيره، في هنا لغايه هنا وستوب، افهمها ان في عندنا اسلوب معين مثلا في الطهاره، في استنجاء وغيره بالماء وكذا، في يعني طبعا تفاصيل كثيره جدا في الاسلام. من البدايه الى النهايه لازم الام تبقى بتراجع سلوكيات الطفل وما يتلقاش العلم من الام من المدرسات فقط، بالذات الاجنبيه. فهناخد اللغه خير وهنتقن اللغه خير، ولكن هيبقى عارفين ان في السلام عليكم ما فيش بديل لها ابدا باي حاجه ثانيه. هنا طبعا بنلاحظ مهارات الطفل بتكون مختلفه من شخص من طفل الاخر. المفروض ان انا ما اعملش مقارنه بين الاخوات ولا بين الاصدقاء، وان انا ما احبطش طبعا الطفل اقول له شوف اخوك بيعمل ايه وانت غير قادر. المفروض ان انا انمي المهارات دي بدون مقارنه بينهم، ودي طبعا بتتفاوت من طفل لاخر. شيء مهم قوي اللي هقوله دلوقتي هو عدم الوفاء بالوعد. يعني معناه ان انا هوعد الطفل لو عملت كذا هنخرج هنعمل في مكافاه كذا، لا، ابتدي ان انا اقول ايه، هو مش فاهم حاجه، ما اقول اللي انا عايزاه. للاسف الاب ممكن يقول رايح الدكتور، انا راجع، يكذب على ابنه، طبعا ده قدوه سيئه. يبتدي يقول له طب انا في مكافأة لك كذا، ولا كأنه قال، يعني عدم احترام كلماته ولا الوفاء بالوعد. طبعا النتيجة سوء القدوة، يبقى ده هينعكس على سلوك الطفل، هيبقى نفس الشيء، كذاب، هيبقى بالظبط صورة. بيقول الطفل ده بيعمل زي كوبي كده، كوبي من الأب والأم، هما هتعلي صوتها الأم هتلاقي الطفل بيعلي صوته. أنا أعرف واحد مثلا الطفل كان الأم دايما صوتها يعني منخفض، لما تزوج واحدة ما كبر علت صوتها، قال لها بصي ما اقدرش استحمل، لان انا شقت على ان امي ما تعليش صوتها، هتبتدي تعلي صوتك في مشكلة. فاذا كل حاجة بالظبط بتتزرع بينشأ بيها، خلاص من شاب على شيء شاب عليه. فلازم تلاحظ الام والاب سلوكياتهم والوعد،
الوفاء بالوعد وعدم الكذب. احنا مش لازم كل خروجه نألف لها قصه، بنقول الصدق ونعلم الطفل الصدق، هو ده هو الاولى. هنعلمه الجنه والنار، هنعلمه حاجات جميله، ولكن طبعا في سن معين، لان في سن مش هيفهم ايه الجنه. فاذا هنقرب المعنى له ازاي، ده عايزه طبعا فن في توصيل الثواب العقاب الاخروي، وازاي ان الله سبحانه وتعالى هيحبك اكتر لو سلوكياتك كذا وهكذا، بحيث ان هو يتقرب الى الله سبحانه وتعالى. من الاخطاء الشائعه طبعا هنبتدي نشوف، هي اول شيء عدم تقبيل الطفل، او ان احنا نميل لطفل دون الاخر، يعني نحب واحد وندلله والتاني يتظلم. طبعا لا يجوز، مفروض العدل تماما في تقبيل الطفل وفي اظهار المشاعر لجميع الاولاد على سواء. وطبعا دايما الرسول صلى الله عليه وسلم اوصانا بالعدل، وبالذات في القبلة للاطفال، واظهار الحضن والحب، لان الطفل للاسف الشديد اليتيم اللي بيتولد بدون اب ولا ام بياكل ويشرب، لكن ينقصه طبعا الحنان، والنتيجه ان هو بتلاقيه سلوكياته غريبه، ممكن يخبط راسه في الحيط. طبعا كل ده بيدل على ان في عدم توازن بسبب نقص ايه، الحنان والحب للابوين. فده نمبر 1 اهم شيء خالص، ان اظهار طبعا حب الطفل، ولا يمكن ان انا اربط ما بين سلوك الطفل والحب. بمعنى ممكن الام تقول انا ما بحبكش خلاص لانك انت بتسلك كذا كذا، انت سرقت مره، انت عملت كذا، يبقى اذا ما بحبكش. دي اخطر شيء بالنسبه للطفل، يعمل فيه طبعا اهتزاز في سلوكياته، لانه من الاشياء الهامه جدا في حياته في قيمه انه يحب ويتحب. فاول ما يشعر ان هو امه بدات تكرهه او ابوه بيكرهه، دي بتعمل طبعا